بسم الله الرحمن الرحيم. أحلى عبادة في رمضان عبادة صلاة التراويح، عبادة القيام. صلاة التراويح الصلاة اللي ساعات احنا بنصليها وحاسين بيها وساعات مش حاسين بيها. كل اللي مطلوب في صلاة التراويح لو عايز تاخد ثواب كبير قوي، أنا بكلم رجالة وستات، بكلم لو بنصليها في المسجد أو بنصليها في البيت، بتكلم لو بنصليها جماعة أنت والوالد والوالدة وإخواتك أو بتصليها لوحدك. صلاة التراويح 8 ركعات اللي بنصليهم بعد صلاة العشاء. صلاة التراويح سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بس أما الثواب كبير بشكل، بشرط الإحساس، الإحسان. الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، أنك تصلي الصلوات 8 دول وانت جايب ولو 1%. المعنى اللي أنا هقوله ده، والمعنى اللي أنا هقوله ده من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث اللي بعده: من قام ليلة القدر 10 الأواخر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. مرتين النبي يقول الكلمة دي، غفر له ما تقدم من ذنبه، كل اللي فات يتمسح، انت ما غلطتش. والكبائر، صغائر وكبائر، صغير وكبير، اللي فاكره واللي مش فاكره، صفحة بيضة، انت اتغفر لك كل اللي فات بصلاة التراويح. بصلاة التراويح، بس بشرط إيمانا واحتسابا. يعني ايه إيمانا واحتسابا؟ إيمانا عايز أرضيك يا رب، واحتسابا عايز الثواب، ترضى عني وتستجيب دعائي. الله، لو جبت إيمانا واحتسابا، انت عارف أنا بعملها إزاي؟ أول ما نبدأ صلاة التراويح وبقول الله أكبر، أفتكر كلمة إيمانا واحتسابا. أبقى جبت 8 ركعات وتلاقي كل شوية قلبك بدأ يحس وبدأ الإحسان يجي. من فضلك افتكر إيمانا واحتسابا 30 يوم في التراويح، ولو راحت منك شوية في 10 الأواخر وتضمن يتغفر لك كل اللي فات. شكرا ليكم. كل اللي أنا بقوله ده موجود في برنامج رمضان السنة دي، الفهم عن الله الجزء الثاني. أتمنى أن أنتم تشوفوه.